بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. امبارح نادي الرجاء المغربي اخذ كاس الكونفدراليه او بطوله الكونفدراليه، كان بيلعب شبيبه القبائل. خلص الماتش في ربع ساعه، نزل بقوته الضربه، استحوذ على الشوط الاولاني بالكامل. سفيان رحيمي بموهبته احرز الهدف الاول في الدقيقه 7، يا دوبك بس موه كده، راح الجون نايم، راح مرقص الجون، واحدة الكرة في الجون، جاب الهدف الأول يليه بن مانونجو في الدقيقة 14، قتل الماتش الرجاء في الشوط الأولاني. الشوط الثاني بدأ في أول دقيقة، شبيبة القبائل جاب هدف تقليص الفارق، ولكنه لم يستطع إحراز أي هدف ثاني، بالرغم من في حالة طرد حصلت لفريق الرجاء في الدقيقة 62، لكن ومع الضغط من شبيبة القبائل طوال الشوط الثاني، ولكنه كان ممكن الرجاء يزود غلته ويجيب هدف ثاني. لكن محدش قدر، ولا قدر، لا قدر شباب القوائل التعادل، ولا قدر الرجاء المغربي يجيب اهداف، وانتهت المباراه 2-1. تهنئه من جلاله الملك بحصول الرجاء على بطوله الكونفدراليه، وكانت يعني احلى تتويج لموسم شاق لفريق الرجاء، على الرغم من عدم الاستقرار الاداري والفني منذ الهزيمه السنه اللي فاتت، او الخروج من دوري الابطال السنه اللي فاتت وضياع الدوري عليهم في اخر مباراه. لكن قدر الرجاء عشان هو فريق كبير وعريق قدر يلم نفسه وقدر يحصل على بطوله الكونفدراليه السنه دي. الف الف مبروك لنادي الرجاء، اهلاوي بشجعكم، انتوا كمان لازم تشجعوا الاهلاويه الماتش الجاي. كمان كان في نهائي كوبا امريكا امبارح، ودي ماريا، وكل ما بنقول كبر يا جماعه تظهر لمسته الحلوه، كرة طولية من نص الملعب هنا لآخر الدنيا هناك، دي ماريا استلام ومن فوق الجون بشماله، حاجة ولا أجمل من كده. ألف ألف مبروك للأرجنتين على كوبا أمريكا، كل الرجوية، النادي الأهلي بعت لكم تهنئة رسمية، مستنيين دعمكم، وإن شاء الله هناخد البطولة ونقابلكم في كأس السوبر أشقاء مع بعض. مصراوي أهلاوي مرة من هنا.